صديق، انا شفت فعلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من ساحة النيفادا كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر. ساحة لكينا وسط المدينة، ساحة المعروفة انها بساحة ساحة كيجيو لها الشباب موهب، شباب موهوبين عفوا، شباب اللي كيكون عندهم موهبة ديال التزحلق، موهبة ديال البريك دانس، موهبة ديال كذلك الباكور، كيحاولوا انهم يجيو لهاد الساحه يفرغوا الطاقات ديالهم. كيجيو مجموعه من الاحياء ديال كازا، كيجيو قدروا ما نبالغش اللي قلت لكم، كيجيو وكذلك من مجموعه من المدن المجاوره. حنا معكم مشاهدين كرام في هذا المباشر مباشره من ساحه نيفادا، الساحه اللي كتعمر طيله ايام الاسبوع خصوصا في القيشات ديال العشيه بحال هاد القيشة هادي، ولكن في الويكاند السبت والحد فهي كتكون عامرة وعامرة وعامرة بزاف. تجمعوا الشباب كيحاولوا انهم يديروا دي كومبيتيسيون بيناتهم، يديروا مسابقات، يحاولوا يرفعوا على نفسهم، يفرغوا الطاقات اللي عندهم. كذلك كاين شباب كيبيعوا معدات ديال اللي كيلعبوا بها الدراري بحال التروسينات، سكي، سكيطات، كيحاولوا انهم يكريوهم يبيعوهم للوليدات او الشباب اللي كيجيو هنايا. فكيف ما كتشاهدوا معايا على المباشر فساحة نيفادا هي عامرة هاد الأشياء هادي بالشباب الموهوبين، شباب اللي عندهم موهبة صراحة رائعة. يعني تجي هنا في العشية غير تريح واحد نص ساعة تشوف صراحة الشباب المغربي المواهب اللي عندهم. صراحة هاد الشباب خاصهم تشجيع، بكل صراحة خاصهم تشجيع، خاصهم انهم المواكبة، خاصنا اننا نوقفوا معهم بكل صراحة. حنا كنحاولوا نقرب لكم اكثر من الصورة مشاهدي الكرام. فبالنسبة للمعدات فهي هذه اللي كتكرا وكتباع هنا في ساحة نيفادا، كاين تروتينات، كاين سكي، كاين سكيطات، كاين مجموعة من الاشياء كتكرا للشباب باش انهم يستخدموها. كذلك نيفادا عامرة اليوم كنمشي بديك العمورية اللي مولفينها حنا بصراحة، فالكازاويين كيعرفوا ان نيفادا السبت والحد فرا ما تلقاش بلاصتك، الشباب كيجيو من جميع الاحياء ديال كازا ومن جميع المدن المجاوره، وما كنبالغش بكل صراحه. في نيفادا معروفه صراحه ساحه اللي الشباب مستغلين احسن استغلال، كيفرغوا الطاقات ديالهم، تبارك الله عليهم. الساحه عامره هاد الصباح، الشباب الموهوبين او في هاد العشيه عفوا، الشباب اللي كيحاولوا انهم يفرغوا الطاقات ديالهم كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام.